بعض الاشياء وبعض العادات اللي كنقوموا بها بلا ما كنعرفوها تماما. ففي رمضان غالب الناس اللي كيبغيو يديروا واحد الرياضه كيديروا رياضه قبل من الفطور. يعني حنا خصنا نعرفوا بانه قبل من الفطور لا بالنسبه للهرمونات لا بالنسبه لجسم الانسان حتى في الايام العاديه، فكتبدا تنقص لنا الانرجي لان الصحه والسرعه كتكون كلها في الصباح، كالنشاط كيكون في الصباح. لما في العشيه كينقص لنا السكر، كينقص لنا بالخصوص الماء، كيكونوا الناس علاش الناس بعد النوبات كيكونوا معصبين في رمضان لك الجو سخون، لان كيكون يبس جسم الانسان كتنقص منه الماء كيبدا يكون شويه معصب. فكنمشيو نديرو السكر نقص، الماء نقص، كلشي كيكون ناقص، جهد الانسان ناقص، وكنحاولوا نعطيو الجهد ديالنا قبل من الفطور. فهذا كيقدر يسبب مشاكل، فكيكون غلط انه اللي كيقد واللي ما عندوش مشكله واللي في صحه جيده وبغى يمشي واحد شويه يمشي، لكن غالب الناس خصهم يستشروا يشوفوا الصحه ديالهم، يشوفوا كيفاش الحاله ديالهم، ما يضغطوش على نفسهم علاش غيديروا الرياضه قبل من الفطور، لانه ماشي وقت، ماشي وقت لاستعداد جسم الانسان لهذه الرياضه. خاصو ياخذ الوقت ويرتاح، يدير شويه تاع الروبو سيرينيتي، يقرا، يفكر مع نفسه، يدير اشياء اللي كترتحو قبل من الفطور، ماشي العكس، ماشي اشياء اللي كتاخذ منه واحد الجهد، واحد الجهد كبير. وغالب الناس ما كيكونوش مولفين كيديروا الرياضه، حتى رمضان كينوضوا يديروا الرياضه. فهاد الشيء اشياء كثيره اللي كنبغيو نثيروا انتباه علاش عندنا مشاكل كبيره. انا بحكم تجربتي لا في المستشفيات ولا في القطاع الخاص، مشاكل كتوقع في رمضان، ماشي رمضان راه حنا اللي كنجيبوها، لانه بعد نوبات كنتعاملوا بصفه خاطئه مع كثير ديال الاشياء.